سعيده محمود. فكل مره انت قاعد بتدفي في بيتك بتاخد صواب بطانيه بتدفي بيها ناس في بيوتهم في منطقه توشكا عن طريق اتحاد طلبه كليه صيدله. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطبط الأصل، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن لوحدي مش هقدر، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا بالصدقه، وفي حديث عن النبي بيقول لك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منهم الصدقه الجاريه، وكمان ربنا بيضاعف لمن يشاء. يعني انت تصدقت بحسنه ربنا بيضاعف، يبقى سبعه، وكمان ممكن تبقى سبعه امثالها واكتر كمان حسب الاجر ربنا بيديه لك. طبعا لازم نحس بالناس الفقراء، ولازم نشاركهم معاناتهم وكده، عشان احنا مثلا لاقيين اللي يجيب لنا هم مش لاقيين يجيب لهم، وربنا يجزيكم خير. بتزرع لي رغيف عيشي وانا بغسل لك تيابك، تقف دلوقتي على بابي وانا بكره على بابك، تعلم ابني وتكبر ودائك يشفى بدوايا، بتبني بيتي وتدمر وبيتك وانت في حماك. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بيننا الف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه حب الخير وطبط الأرض، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع الإسلام بيحسنا على التعاون، وربنا بيرزق الناس عشان تدي الناس الغلابة التانية، كل واحد ليه رزق وربنا بيوزع الأرزاق. ممكن تداوي بينا أي خصام، تصفي قلوبنا وتغير لحظة ما تهيئ بسلام. وبحتاج لك وتحتاج شي، يا بينا ألف حلقة وصل، وبشتاق لك وتشتاق لي، تحتاج لي، ما بيننا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي، فحب الخير وطبط الأصل، ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد، أنا وإنت حكاية ناس مقسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني لأن لوحدي مش هقدر، بحتاج لك وتحتاج لي.
تزرع لي رغي في عيشي وانا بغسل لك تيابك. تقف دلوقتي على بابي وانا بكرة على بابك. تعلم ابني وتكبر ودائك يشفى بدوايا. بتبني بيتي وتعمر وبيتك وانت في حماية. وبحتاج لك وتحتاج لي ما بينا الف حلقة وصل وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير.